تصدقوش بانه 110 ديال الدراهم. ها هو 110 دراهم ان شاء الله تخفيضات ديال العيد، 110 ديال الدراهم هذا المطروز. اقدر باش يبان شفتو المطروز اللي كنا دوزنا 180، اليوم 140 درهم. ها الخضر ديالو شفتو شفتو كيفاش كيجي. دخلنا مع اللغوه ديالو كيجا ما شاء الله. تبارك الله الله يقبل. بلديه بلدي ها هو، وكاين اللي كيديروا حتى في المخاد هكا بلدي رومي، يعني هاد الكوانات هادو جلسه بلديه وفي نفس الوقت روميه. اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، فيديو جديد ونهار جديد. وبلاشك عرفتوني اليوم انا فين رجعت بكم، رجعنا المفروشات احمد هوار اناسي القيصريه الطب في المغرب في طلامط. اليوم ان شاء الله كاين عاوتاني هميزات وكاين الجديد للعيد ان شاء الله. اليوم فيديو كله هميزات، كله ناقص 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 لصول ديال العيد. الناس اللي بغات تستافد سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب، بغيتي تخيطي مرحبا، بغيتي تاخدي التوب كذلك مرحبا. اليوم البروكار ان شاء الله ديال 70 درهم ديال 60 درهم غادي يبقى ابتداء من 35 درهم. وعرفتوا المطروز اليوم بشحال غيبقى البنات؟ راه ما يمكنش المطروز اليوم العرض ديال العيد والعرض المحدود اللي غادي يبقى ان شاء الله 140 درهم، وهذا المطروز ديال 200 180، اقل ثمن اليوم غتاخديه ب 140 اللي هو هاد الطرزه هادي. وكاينين هميزات ان شاء الله، غيخليوكم معايا كاين مفاجآت وكاين هميزات، خليكم معايا ان شاء الله حتى لاخرت الفيديو. نعطيكم ان شاء الله العنوان، حنايا هنايا مدينه الدار البيضاء قيصريه باب اناسي. وتبارك الله ما شاء الله ما كاينش اللي ما تيعرفش القيصريه باب اناسي. حنايا كنتواجدوا، انا غنعطيكم نحاول نعطيكم النعت بالنسبه للناس فين ما كانت. هادي تجي في الترام وتهبط في محطة النسيم، النسيم اناسي، حيت كاين النسيم واقيلا بسيدي معروف النسيم اناسي. ها نتوما انا ملي كيدوز الترام، الشارع اللي كيدوز منه الترام راه هو هذاك الشارع، يعني المحطه بقات غير شويه لقدام. دابا حنا جينا ورا شيكنانا، بالنسبه للمتابعين اللي كيعرفوا شيكنانا، حنا جينا ورا شيكنانا الباب المدخل. هانتوما ها الباب رقم 3 ديال القيصريه من الجهه ديال الديور، وكاينه الجهه الاخرى كتطلع على داك بحال ديك التيره. هانتوما هنايا كاين الطريق، هنايا ملي تيدوز الطرام، الشارع اللي كيدوز منه الطرام، تهبطوا في محطه النسيم وغادي تطلعوا نيشان ان شاء الله. المحل هو هذا، ولا جيتو هنا سولو غير على بيم، هو راه ملاصق مع بيم وملاصق مع هاد المؤسسة التعليمية، ما عرفتش سميت هاد المدرسة هادي أمينة بنت وهب. وهانتوما ها بيم، ها بيم، وها المحل ديال أحمد هوار اللي تيحلو طيلة الأسبوع، ما كيسدو حتى شي نهار من عدا يوم الجمعة اللي كتكون القيصرية كلها سادة. هانتوما مفروشات أحمد هوار، يعني كيحلوا من 10 حتى ل 8 حتى ل 9، وراه كاين التوصيل داخل المغرب وخارج المغرب كيفما قلت لكم. اللي بغى يخيط واللي بغى ياخذ الثوب مرحبا والف مرحبا. ونبداو ان شاء الله على بركه الله، وكيديروا حتى الطابيسي حتى بالنسبه للناس اللي بغات تاخذ طابيسي، بالنسبه للناس اللي بغات تقدى العود كذلك. حتى العود راه كاين، اللي بغى يتكلف ليه بالصالون ديالو كذلك حتى هو راه كاين. نبداو ان شاء الله على بركه الله وكيف العاده. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، باش نتوما ان شاء الله تذكروا تصليوا على النبي، وحنا يبارك لنا الله في الفيديو ديالنا، ونقولوا بسم الله على بركتكم. سي احمد كي داير؟ لاباس عليك؟ امورك مزيان؟ كي داز الافتتاح؟ كلشي كان على خير؟ ايوا الحمد لله الحمد لله. اليوم ثاني فيديو ورا الافتتاح وفيه لي صول ديال العيد، يعني بزاف تيقولوا لك بابي ومعطى الله الخير ان شاء الله كلشي غادي يفرش ان شاء الله. يعني غنديروا اليوم صول ديال البنيسه بمناسبه العيد الاضحى ان شاء الله، يعني كلشي غيفرش ان شاء الله. الله يسخر مطروز مبرا، يعني كلشي الحمد لله في المتناول ان شاء الله باذن الله. اللهم يسر. مرحبا بي، اللي بغى يخيط مرحبا بي، حنا ما كنفرضوش ان شاء الله. اللي بغى شي حاجه مرحبا بي، واللي بغى الصالون كومبلي راه كنتكلفوا به من العود كامل كومبلي ان شاء الله غيكون غير الخير. ونطلبوا من الناس، نطلبوا من الناس اللي خيطنا ليهم انا وياك زعما، اللي خيطنا لهم واللي تقداو معدني كتبوا لنا في التعاليق. كانت مزيانه كتبوها، كان خايب كتبوا. داكشي اللي كاين يحطوا، داكشي اللي كاين الله يسخر ويجيب التيسير. الناس اللي كيعرفونا راه عارفين المصداقيه. ايوا الحمد لله. الناس جداد ان شاء الله، نتمنوا من الله حتى هما يكون خير ان شاء الله. ان شاء الله نبداو على بركه الله. مرحبا. يلا على بركه الله. اول هميزه اللي هي هذا البروكار هذا البنات، هو هذا البروكار اللي كنقول له انا البروكار حريري. هذا حريري كيف ما كتشوفوا، جا هذا فيه هذا الفيغ او
داخل فيه هذا البرونز هذا كيف ما كتشوفوا، فيه 3 بياس، فيه هذه الزواقه، فيه هذه الزواقه هذه، واللي ما كتبغيش ديك الورده هذا كيجي هكا بحال رومي. اه هذا كيجي هكا بحال رومي، شفتوا؟ ها هو ها المخده ديالو كيفاش كتجي. هذاك الصالون اللي مخدوم فيه اللي غيمشي للمواليد، نشوفوا لهم هذا الصالون. ها هو هذا مخدوم باش تشوفوا حتى الخدمه على غفله جينا. ها هو الصالون الموالي كيطلع تبارك الله، ها انتم الخدمه كيفاش دايره. انا حتى من احمد محل احمد هيوار تما من المحلات اللي دائما تنشكر الخدمه ديالهم، حيت كنشوف انا كنعرف الخدمه غير من كيفاش كنقولوا هذوك الشونتيو كيتماو ياك، من تما كنعرف الخدمه. ها هو الصالون كيف طلع، دخلوا فيه هنا الصفر، دخلوا فيه هاد الخدمه هادي. ها الصالون كيجا يعني نص نص الفاصله اخر الخدمه ديالها. تدخلي هكا نص نص، كاين شي واحد الطريف كناخذو من الجهه الاخرى وكنزيدو غير شويه باش يعني ما كنضيعوش الثوب. ايوا وكنصيفطو للميطاب موتيف، كناخذو موتيف مع الريشه ديالو. فيه هاد الفيرو وفيه الطوب، فيه داك الطوب ماغون ديالو، وفيه السيل، فيه ثلاثه الالوان حتى الماغون ديالو. هذا داخل فيه هاد البرونز. هاد الثوب كيفاش داير؟ الثوب اللي كيكون هكا كنقولوا انا حرير يعني رطب بحال هكا، ها انتوما كيف اياه ها كيفاش كيجي. هذا غيبقى لهم 45 درهم. 45 درهم 45 درهم باش غادي يبقاو ثمنه الاصلي شحال؟ ثمنه الاصلي راه 60 درهم. 60 درهم 45 درهم غادي يبقى لكم هذا البروكار. هذا عندي هذه حتى هي كتجي زوينه، حتى هي حريريه تاع الورده، عندي فيها الورده هاد الكلمات. ها المخده كيفاش كتجي في الباش، حتى الورده رخيص، راه الخدمه هي اللي كتزين، هي اللي كتزين اكيد. ودوك اللسانات اللي كتدخلوا وداك الشيء حتى هما كيفتحوا كيغلوا. هذا حتى هو هذا غيبقى لهم 35 درهم اليوم. 35 درهم 35 فيه حتى هو هاد الباج، فيه هاد السيال هذا، وفيه الطوب، وفيه الطوب ديال حتى هو ثلاثه اللوينات. هذا 35 درهم، 700 درهم على 50 درهم. هذا غليظ، هذا شوف كيفاش داير. هذا راه 1000 ريال، هذا غليظ اللي كيمشي في اللسانات حتى اللي بغى يديروا طلامط. طلامط اه طلامط باش يهز الدرك. هذا المطلسي هذا شوفوا، هذا البروكار مطلسي، ها هو كيجيو فيه حتى هو 3 بياس. هذا شوفوا كيفاش داير، هذا مطروز فوق بحال الثوب مدوبل. ها هو شوف شي حاجه زوينه. وهذا راه وهذا كتحس به فيه الخيط، شوف داخل فيه هكا الخيط. هذه الورده ديالو المخده راه كيجي فيها غير بوكي واحد، يعني غير ورده وحده. ها هي تاج كبير كيجي فيها بوكي واحد، فيه حتى هو الالوان. آه فيه هذا الكري هذا، وفيه هاد الفيغ او هذا، وكاين فيه داك الباج. هاد الفيغ او هذا يعني كنعرفوا الفيغ او من الالوان اللي في الطوندونس. ها انتم راه باقي يلاه تحل، باقي التيكي ديالو تبارك الله. الفيرزاتشي راه كتلقى اقبال كبير عليه. اه حيت كيجي حتى في دوك البتيكوسان كيجي فيهم زوين، فيه وفيه داك الباج والطوب ديالو. اه وفيه ثلاثه اللوينات، ثلاثه الالوان. هذا غيبقى لهم 65 درهم. 65 درهم هذا من الجديد اللي جا. اه 65 65 درهم يعني شي حاجه الاثمنه ما يلقاهاش. 65 درهم وهذا حتى هو نفسه حتى هو مطلسي. شوفوا لي هذا عاوتاني بزواقه اخرى، شي حاجه زوينه دايره بحال تخوات ديك. اييه ومخده ديالها. ايوه هذا ملي تيكون مفرش من البعد ما كتعرفوش واش مطروز. ها انتوما البنات ما كتعرفيه واش مطروز ولا بروكر. ها هو شوف كيفاش كيجي. دخلنا مع هذا السين في الكرونه مع السامبل، كتجي زوين تبارك الله. ها هو فيه جوج الالوان، فيه هذا وفيه فيه الريشه، فيه هذا التيركو هذا انا كنقول ليه ولاد الفيغ. وهذا في الفصل الاخر، وفيه الباج طوب. ها هو ما هو باج ما هو غري. وشي حاجه زوينه
كاينه فيها مخده، شوف المخده ديالو كيفاش جات، ها هي. عاوتاني هنا العشاق اللي ما تتبغيش الورده، يعني كيجي هكا ريشه بلديه روميه انيقه في التفريشه ونص نص. كتجي سامبل شي حاجه زوينه. هذا حتى هو 65 65 درهم. ما طلاص هذا راه في السولد، كان 50 كان 75، دابا ان شاء الله 65 65 درهم. ها هو شوفوا هادو شوفوا لي هادي هذه حتى هي راه ماطلاصي شي حاجه زوينه. ها الزيكزاك ديالها على حساب اختيار ديال الناس، اللي بغى يديروا تلميط يديروا. وها الورده هذا حتى هو ماطلاصي شي حاجه زوينه تبارك الله. ها المخده ديالها كي طلعت هذا من البعد ما كتعرفوش واش ماطلاص واش في الرومي. هذه زواقه زوينه. يا صراحه كلشي زوين. كنقربوا الفكره والاذواق كتختلف اكيد. هذا حتى هو غيبقى لي ب 65 درهم 65. في حتى هو هذا الباج، في هذاك السيال هذا دخلتي مع الغوج بغيك جا معاه زوين خرجو كثر. والمخده كتجي هكا زيكزاك طلميطه وعاد فيه ثلاثة. كيجي زوين، هذا جا زوين، جا انيق ما شاء الله. وفي الباج ديالو طوب اللي كيكون بعيد علينا كنقربو بالمخده 65 درهم 65 درهم. شوف لنا الفصل الاخر بحال عندك جوج دورات. وليا هذا حتى هو من الجديد. شوفوا هذا البروكار هذا البنات، عاوتاني حتى هو هذا حتى هو مطلاصي في شكل اخر. هذا بالصقلي شوف كيفاش كيجي الورده. شوف حتى هي كتجي على دوفاس، تقدر دير حتى الفصل الاخر كله هكا باش يجيو عندك بحال جوج دورات. وبالنسبه لهذا اللي بغى هذا على شكل فيرزاتشي موج يديرو بحال اللي بغى يدير هذا الموج يديرو. وفي الثالث مخده لكن هذاك الخضيضر فيه غزال. ايه ها هو قريب ليا. شفتو هذا واعر هذا اللون، التصوير ما عطيش حقه اللون. هانتوما شفتو يعني الارضيه راها حتى هي بحال طروزه زوينه. شو كيفاش داير حتى هو فيه هذا الموج ديالو من مفتوح. دخلتي فيه هذاك السامبل في داك الزرق، دخلنا فيه جوج لوين الكري والخضر. الخضر غيجي وقيل احسن كيخرجوا اكثر الخضر وهالكري. هالكري حتى هاد الكري مع داخل فيه هذا شو كيفاش داير هذا مرخم هكا بهاد البرونز. هذا غيبقى لهم اليوم 75 درهم 75 اييه عوض 110 ديال الدراهم. هذا 75 درهم مستحيل نلقاو الثمن. حتى هو فيه ثلاثة تلوينات، فيه الباج لوكاسي، فيه هذا الفيغ هذا، وفيه الباج الطوب هذا، وفيه هذا الباج الطوب. 75 75 يستحيل يلقاو هذا الثمن. انا ما عرفتش الثمن ما طلاصي بالزقلي ما يلقاوش. سير الله يسخر. هذه الزواقة الثانية، هذه الزواقة الثانية فيه هذه، هذه حتى هي ما طلاصي بالزقلي. والزقلي خيط ها هو منزوج معاه. هذا ذهبي، باج ذهبي باين خضر، خضر ملكي. العشاق الملكي كيجي رائع. ها فن قرب المرت طلميطه في هذا الخضر باش يبان. شفتو وفي داك الزرق في الطوب، في الطوب وفيه هذاك الكري بحال الكري بحال الشويب. في ربعة الوينات الكري الطوب الخضر الملكي والباج ذهبي وباقي البلوغوا. شوف البلوغوا ديالو ماشي بحالو. وقيله هادي شحال هذا؟ هذا حتى هو 75 درهم 75 درهم اييه تبارك الله. شوفوا الزواقه الاخرى حتى هو مطلاصي. حتى هو مطلاصي بالزقلي.
هو هذا اللي مخدوم هنا. ها الصالون كتشوفيه مباشره مفرش. هاد المخده اللي كتحس بيه متين شويه اكثر. دخل فيه مطلاسي ديالو. مطلاسي ديالو غنشوفو. رزق لي خيط. تبارك الله. في هاد الطوب شوفوا انا الزرق ديالو عجبني. شوفوا البلوغوا ديالو كي جا ما شاء الله. تبارك الله الزرق ديالو كبير كبير الزرق. الزرق مع الاوروج. شوفوا هنايا. هذا جات فيه غير دو بياس. تلميطة ومخدة. فيه البلوغوا وفيه الطوب. دخلنا مع الاوروج. فيرزاتشي. كيجي زوين. فيه هاد البلوغوا فيه الطوب وفيه البلونكاسي حتى هو ثلاثة ديال الألوان. ثلاثة الألوان 75 درهم. ندوزو للمطروز إن شاء الله. نبداو بالمطلاسي وفيه ثمن زوين اليوم حتى هو في الصول ديال العيد الكبير إن شاء الله. واش التلميطة والمخدة بحال بحال؟ لا التلميطة ما فيهاش الموز ولا هي هادي. ولكن نفس الطرزة. نفس الطرزة. يعني هذا حتى هو مطروز هكا عامر وهذه مطروزه عامر غير هذه فيها موزونه وهذه سامبل. الميطه ما فيهاش. وبجوجهم مطلاسي. بجوجهم مطلاسي. عرفتوا اليوم شحال غيبقى هذا المطلاسي؟ 180 درهم عوض 230 درهم. شوف راه الميطه مطلاسي شوفوا والمخده حتى هي مطلاسي 180 عوض 230 درهم. السامبل ديالو. السامبل. عندك شي مخده؟ كاينه. شوفوا المخده ديالو. فيه شوفوا انتوما مطروز على المطلاسي هالمخده 180 درهم. 180 يلا هذا تخفيضات ديال العواشر ان شاء الله. حاجه زوينه. اييه واللي فرشوا به يقول لنا شنو كاين. فيه هاد البيج وفيه الفيرو. فيه الفيرو. الفرق بيناتهم غير هذا موزونه. والموزونه ها نتوما راه مخيطه. دخلتي فيه داك الغوج بغيك باش يخرج. شوفوا لي البلونكاسي ديالو كي داير فن بلونكاسي ديالو. شوف ها نتوما البيج بلونكاسي في هاد الفيغ وهذا وفيه هاد البلونكاسي هانتوما جديد عاوتاني هاد الجديد اللي كاين في الخدمه دابا. شوفوا هادي الخدمه ديال احمد هوار معروف ما شاء الله. وهاد البلونكاسي ها هو هاد ميلو السيده. مخدوم كوموند. ها هو بلونكاسي الفوقاني لا داك اللي الفوق الفوقاني. الطلميطه نوريكم الخدمه باش تشوفوا. انتوما الصالون دخلتوا فيه الصفر. المهم شافت الطلام ديالها راه غتعرفها. بصحتك تفرشي بالصحه ولهنا ان شاء الله. كاينه جبنه كاينه على برا اسبانيا. الصحه والراحه. يلا دخل. يلا وجدنا لها دابا بقاو لها غير طلامط راه هو هذا. يلا وجد ليها غنكملوا لها ان شاء الله بالصحه والراحه. والمطلاسي راه 190 درهم. 190 درهم فيها ثلاثه زواقات. كاينه هذه الامواج وكاينه السبوله. هادو راه 190 درهم. هادو 190 190 درهم. 190 درهم. زواو اخرين راه كيكون الثمن ديالهم مختلف. هادو كيتخدموا 190 درهم. شوفوا هاد المطروز هذا وتا هو اليوم البنات من 230 غادي يبقى لكم 170 درهم. ما يلقاوش هاد الثمن. 170 درهم. هادي زواقه جديده. اييه. هادي طلميطه مطروزه. هذا ماشي مطلاسي. هانتوما وموزونه. موزونه مخيطه. مخيطه.
نتوما تشوف شي حاجه زوينه، سامبل وفي الورده، وفي الورده العشاق الورده. ها هو في البلون كاستي، في داك الفيغ او، في الطوب، في الطوب. ها هي المخده ديال الطوب، ها هي بالي حتى شي صالون عندك نخدم فيه. هذا حطينا مع خدمنا السيد، الله يسخر بصحه والراحه. هذا الطوب، هذا راه ديال السيده، راه ماشي شونتيو، عمرتيه. اييه ها هو بصحه والراحه، هذا ديال السيده. ها هو 170 درهم، 170 وتي خذته 170 درهم 170 حيت قلت لك غنلونسي 170 درهم. الله يسخر، يعني باش يعني ماشي تحط الفيديو تقول لي لا راه حطينا، قلنا غنلونسي الفيديو حطينا 170 درهم. نتوما كله هكا مطرز كما كتشوفوا، كله راه زواق، راه دابا راه هذه راه معروف. وكاين اللي كيدير حتى المخده، غير مخده بهذا. اه بلا الورده الاذواق كتختلف. الموزون الخير هذا 170 درهم. ديما راه توصل لداخل المغرب وخارج المغرب، اللي بغات تشوف مرحبا، اللي بغات تخيط مرحبا، اللي بغات الصالون كامل مرحبا. مرحبا بكل شيء. حنا كنعطيوكم هذا الفيرزاتشي مطروز. هذا فيرزاتشي مطروز بطبيعة الحال، لأن كاين فيرزاتشي مطروز وكاين البروكار حتى هو. فيرزاتشي هذا كيمشي شوية غالي، هذا شحال هذا؟ 220 درهم. هذا كتاخذي فيه غير هكا مخدات هكا بتي كوسان هكا. يعني متر 40 راه كتعطي 4 ثقال دوات. تبارك الله. بالنسبة للمصاص ديال الكارير راه 70 سنتيم تعطيك تزوق لك 6. إن شاء الله. كاين هاد ديلافيات بحال هادو. هادو كيمشيو اكسسوارات. رطاب هذا حريري. شي حاجة زوينة. كاين هذا حتى هما كيجيو زوينين لي كاندو. هاد الاكسسوارات حيت ما كتخداش منها بزاف، كيبقاو 220 درهم. وعندنا هاد الماطلاسي، نمشيو للماطلاسي. هذا هذا هو الصالون ديالو، هذا حتى هو ماطلاسي. هذا الموديل اللي دار ضج عند احمد هوار، كيكون ماطلاسي التلميط وفي المخده كذلك. شوف تما راه مطروز، تا هو فيه هاد الباج، فيه هاد الباغ، هاد الباغ اش كنقولو البترولي هذا، وفيه البلونكاس، والبلونكاسي ديالو هذا كاع إقبال كبير، اللي هو هذا مفرش، هو هذا، وكتجي المخدة صاري، صاري كيقولو ليها ماشي صاري، بن شريف لا؟ لا دابا هذا خرجوه على يعني الصاري اللي خرجوه على هذا. حيت كيجيو هكا خطوط طرزه كتكون بحال هكا، نتوما شفتوا كيفاش كتجي؟ هذا بحال الطرز البلدي. اييه الطرزه ديال الشربيل، بحال طرزه بلديه. بلدي ها هو، وكاين اللي كيديروا حتى في المخد هكا. مخده هكا، مخده ورده. شوفوا مخده وماطلاسي، كاين مخده كيتلميط، كيتلميط. اييه هذا الطوب، كيعطي جوج الالوان، الطوب بالذهبي بالصم. والحاجه راه كتفرش هذا كتبان اكيد، بحال دابا هنا هو مفرش. يعني هاد الجلسه هادي نشوفوا غير مخده كيفاش كتجهز لنا المخده. عفاك ها انتوما المخده ديالو، شوف وما كيتشنتش في موال، درتي الصاري تما، درتي دوفاس. الثمن ديالو اليوم شحال يبقى؟ 220 درهم. 220 درهم. هذا 280. 280 220 درهم. 220. وما بقاش فيه اصلا بزاف. ما بقاش فيه. اللي باغي يستافد اللي باغي يستافد. شي حاجه راه بروميير في كاريتي بدون نقاش. هذا اصلا من كان يلاه بان بان عند احمد هوار. كنا دوزناه 280 وتبارك الله كان تباع، ودابا تصولدا 220 ما بقاش فيه بزاف، اللي باقي باغي يستافد منه ان شاء الله. فيه ثلاثة تلوينات. ثلاثة الالوان. تقولش بانه 110 ديال الدراهم، ها هو 110 الدراهم ان شاء الله تخفيضات ديال العيد. 110 ديال الدراهم هذا المطروز، ها التلميطه ديالو، المخده ها المخده فيها الموزونه، التلميطه ما فيهاش، ما فيهاش، كلها مطرزه، كلها مطروزه بالموزونه والقبل المخده بالصحه والراحه. هذا 110، هذا 110، هذا داخل فيه داك الازرق والاحمر، وكاين نفسه داخل فيه الصفر. هذا كان كيتباع ب 230 200 درهم، كان نوار كادو. والكحل راه ضارب طوندونس.
وهاد الطلميطه ديالو دا شكل شهاده 110 درهم. يلا كادو هذا بالصحه والراحه. الارضيه النوار راه يديرها اللي بغى الارضيه في الباجي يديرها في القري، يعني اختيار كيبقى الاذواق كتختلف. هذا واقيلا فيه اكثر من فيه غيكونوا شي ثلاثه د الصالون مثلا. نديروا الاحتمال ديالنا وما نتحاشموا. هذاك الشيء اللي كاين على حساب كل سيده والعبار اللي عندها في الصالون ديالها. تقريبا راه بحال هذا، غير هذا عامر بزاف بموزونه وهذا خفيف موزونه بحاله. 110 ديال الدراهم باش كيف ما مولفنا احمد هوار دائما تيعطي خمسه اربعه ديال السيدات كيربحوا ولا كيستافدوا بالهميتات في الصالونات. كل مره كيستافدوا معنا واحد اربعه ولا خمسه ديال السيدات ولا تكثر على حساب. حيت علاش هاد الشيء كيجيو الناس اللي كياخذوا الطروفه ولكن ما كنبيعش ليهم. اللهم يفرج بانسان يستافد منه. يستافد الله يسخر. هما البنات حتى المبرة راها كاينه واخيرا في هذا الفيغ وهذا اللي دخل في المبرة. اليوم غتبقى في السولد 105 دراهم اللي غتبقى 105 دراهم ثقيله. هادو ديال تركيا فيها الورده، هانتوما فيها تروا بياس وفيها هكا، وراها كتعطي جوج الالوان يعني الا قلبناها وتعطينا لون اخر. هانتوما شفتو 110 ديال الدراهم 105 دراهم 105 دراهم اقل ثمن البنات في هذا الفيغ. فيها الطوب وفيها الغوج بغيك. المخده ديالها راه يلاه بانت لي مخده المبرة، ها هي 105 ديال الدراهم. دوفاس راه التوصيل كيف ما قلت لكم حتى الناس ديال كازا خارج كازا وحتى خارج المغرب، واللي بغى يتكلفوا لها بالصالون هكا بالعود كذلك دخلوا معاهم راهم يعطوكم الاثمنه ديال العود الميتراج للعود. كاين هذا بحال دابا هذا الطخوات دي هذا نوريكم هادو ديال العود هنايا. اللي بغى يتكلفوا ليه بالعود يتواصل في الارقام اللي في الفيديو مع احمد هوار. كاين سامبل كاين هاد المطروزين بحال هكا. واللي بغات حتى صالون بلدي رومي، هي راه كاين بلدي رومي يعني هاد الكوانات هادو جلسه بلديه وفي نفس الوقت روميه ياك. هذا طابيسي مع حتى المطروز في ليكوا، تخدم داك السوكل ديال العود. خدمتو هاد الكوطيات بحال غونجمون هادو هي ودرنا ليه المطروز فرماجه ودرتو بالظهر. وراه اللي بغى الموديلات راه يدخل عندك راه كاين صالونات. تواصلوا معنا نصيفط لهم التصاور ان شاء الله. هاد المطلسي عندك ابتداء من شحال؟ ابتداء من شحال عندك هاد ماشي المطلسي طابيسي؟ ابتداء راه من 1400 درهم. من 1400 درهم صالون بحال هكا بالسوكل بهاد الجنابات هادو. الجنابات زعما هادو بوحدهم، هادو كيمشيو بوحدهم طوابل كذلك. العود كتكلف بكل شيء طبيعة الحال، اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا يعني نتكلفوا له بكل شيء. وكاين حتى النوامس طبيعة الحال، كاينه بلاصه جوج بلايص شي حاجه مزيانه. هذه برونجمون برونجمون شي حاجه مزيانه. وفيها الغرق ديال 30 هذه ماشي ديال ال 20 في العلو ديالها. والمولتي سورات راه ديال متر و20 في البيض ديال متر و20. وهنا الطابيسي شحال كيبدا عندك مثلا نوامس بلاغونجمون هكا متر و40 ابتداء من شحال عندك؟ من 3500 درهم. من بلاغونجمون؟ لا بلاغونجمون بلاغونجمون 3500 3500 درهم. واللي بغى بلاصه اللي مهتم بالطابيسي يتواصل معاك. اللي بغى يقل راه كاين ان شاء الله. الله يسخر ويجيب التيسير. نختموا ان شاء الله، نتمنى الجوله ديال اليوم تعجبكم ولي سولد من عند محل مفروشه احمد هوار حتى هما يعجبوكم. مرحبا بكم كاملين في اناسي، دائما تنقول اناسي القيصريه العزيزه عليا، المتابعين ديالي ما تيقولوها عليا. الله يجيب التيسير سي احمد. اللهم امين يا ربي. ومرحبا بالجميع، سواء اللي خدم سواء اللي ما خدمش يجي مرحبا به يشوف. اللي ما شريت نزاه تاني بغى نعطيو فكره نعطيو فكره ويدور مع راساتو ويسول. وكاع الناس اللي خدمنا اليوم يخليو لنا التعاليق ديالهم سواء زوينين سواء خايبين. ومرحبا الف مرحبا
من هنا هاد البروموت من هنا تمورا العيد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مرحبا بكم كاملين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، مرحبا بالجميع ان شاء الله. يعني كل شيء فرش، واللي مفرشي عنده ما كتعرفش تكتب، المهمه تطلبي ولدك ولا بنتك يكتب لينا، قولي لي شنو يكتب لينا. واش يعني شي حاجه مزيانه خايبه يخليهم. الله يسخر بجيبتي سي. الكومنتات راه كيساعدونا وكيساعدونا. هذاك الشيء اللي كاين. يعني على المصداقية. وحتى إلا كان شي تعليق سلبي أنا كنستافد منه، أنا كنعاود نعيط كنشوف شنو كاين، لطيفة أختي راه مثلا ما كاينش ذاك الثمن، ما بقاش هذاك الثوب، ما بقاش، أنا كنتواصل مع المحلات يعني من التعاليق ديالكم كنعرف شنو واقع، شنو كاين في المحل، واخا أنا ما كايناش كنعرف شنو كاين، كذلك كناخذ فكرة على موالين المحل، واش التعامل ديالهم مزيان ما مزيانش، واش كيخدموا مزيان ما تيخدموش، يعني أنا كناخذ فكرة. وتبارك الله على الجميع. على المصداقية الإنسان على الشيء يقلب. أكيد أكيد المصداقية هي أساس النجاح. من النهار الأول راه باش عرفوني راه عرفوني. الحمد لله. الحمد يعني لله. كل ما كانت المصداقية راه كل مرة نصور مع شي واحد. الحمد لله أنا من الناس اللي كنلقى فيهم كما كنقولوا المصداقية، كنبقى خدامة معاهم دائما. والله الحمد لله. الحمد لله اللي حاشمنا. يعني أي واحد يخلي لنا غير التعاليق ديالو إن شاء الله، اللي خدمنا ليك اللي صيفطنا له التوب، يعني بزاف ديال الناس صيفط لهم التوب ديالهم وصلوهم، يخليو لينا غير الكومنتيرات زوينين ولا خايبين اي حاجه يحطوها لينا. يلا السلام عليكم وعواشركم مبروكين، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. في امان الله. بسلامه. تبارك الله عليك.